تتمشوا معايا يلا. يلا يلا عشان تبقوا شاطرين، يلا يلا اسمعوا كلام عشان تبقوا شاطرين، تعالوا معايا. ايه ده يا سوس، انت جبتي معيز جديده؟ لا دول عيال رشيده. بس سيبي سنه. عيال رشيده؟ ايوه انا لقيتهم محمولين مش راضيين ياكلوا، قلت انزل اكلهم شويه. وانت سميتيهم ايه؟ صندوق وبندق. دول جمال قوي يا سوس. ايوه بصي بيسمعوا كلامي ازاي، تعالوا امشوا ورايا. ايوه فعلا بيسمعوا كلامي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يا بختك يا سوسو معاكي معزتين حلوين قوي وبيسمعوا كلامها ويمشوا وراها. انا لازم اخد واحده منها عشان ايه؟ هي كده غلطانه ليه معاها اتنين، هي واحده وانا واحده كده اسمة العدل. بصي يا ندى. بصي يا ندى. تجربي يا ندى؟ لا عايز اخطب واحدة بقى. ايه رايكم يا اصحابي في صندوقه وبندقه؟ دي صندوقه ودي بندقه. بقول لك ايه يا سوسو، ما تيجي نلعب. نلعب ايه يا ندى؟ اي لعب. تعالي نلعب خلاويص. ماشي يلا يا ندى نلعب. ماشي يلا. هفرك الدبره طبعا. كلكم مستغربين انا ازاي كنت واقف هنا وسوسو ما شافنيش. ده امر مش مهم. ثانيا يلا بينا ناخد المعيز ونطلع بيهم على فوق. ده انا كريم من فوق. يلا بينا ناخد المعيز. بقى ياخدوا بالهم المعيز والاتنين كمان مش واحدة. المعيز بقت بتاعتي انا بقى. ايه بقى زمان سوسو بقى مقهورة قهرة ومتغاظة يا عيني. جبت معيز جديدة؟ اه شفتهم. تعالى العب معاهم يا هيك. لا مش عايز. شفت تخاف منهم؟ اه لا تعالى. اياك تقول لندى او سوسو ان انا معايا معيز. ليه؟ عشان هما وحشين وبيقعدوا ينزلوا على الناس، وعارف ان هم لو شافوني هيقعدوا يقولوا لي عايزين نلعب مع المعيز، وانا هقول لهم لا، وهيقعدوا يزعلوا وهيقولوا لهم وي 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 وي. اوعى تقول يا يحيى. ماشي لو قلت يا يحيى خلي المعيز تاكلك يا يحيى. يا صندوقة يا بندقة، شكلهم يا إما تاهوا يا إما اتخطفوا يا ندى.
بالتأكيد اتخطف لأن مش هيدوه في حتة الجنينة دي يا سوسو. Thank you.
الورقه بتاعتي؟ طب تعالى. لا يا حاج ابعد عن الورقه، ما حدش يضرب ابني والمره عايشه على وش الدنيا. انت يا ست انت مش عماله تسخريني على ابني الصبح؟ الولد قاعد على التليفون، الولد بيكلم حد. انا يتقطع لساني، يتقطع لساني يا رب قبل ما اقول حاجه على يحيى ابني الوحيد. ربنا يخليهولي ده منين يا حاج؟ بابا الماتش.